السلام عليكم، مساكم الله بالخير. سريع سريع جيت أبي ألحق ديوانية الدنيس الونيس عشان كثير من الناس يسأل يا أبو صالح صندوق الوناسة وش فيه؟ ما احنا فاهمين، فبنسوي لكم مراجعة سريعة عليه. وين في ديوانية الدنيس الونيس؟ لا يغركم المظاهر، من داخل الله الله ومن برا يفتح الله. وصل صندوق الوناسة. كثير يسألون فين، ما نبغى البلح ما نبغى الكذا، فاحنا بنفتح ونوريكم وش فيه. بسم الله. طبعا المراجعة حقت اليوم مراجعة سريعة، في مراجعة إن شاء الله نهاية الأسبوع مع الطبخات بإذن الله. فتحنا الصندوق يجيك زي كذا زي ما هو. نبدأ مع أول شغلة. في عندنا كيلو قباقب منظف ومشفوط، مقسم انصاص، ينفع للشربات وينفع لطريقة الأجبان وغيره. هذا أول شغلة فيه. الشغلة كيلو طبعا. الشغلة الثانية وش هي؟ روبيان حجم كبير بحري بترفلاي. ايش يعني بترفلاي؟ طريقة الفراشة، تقدر تشوي، تقدر تحط صاجة، تقدر تسوي فيه شغلات. هذا الشغلة الثانية، الروبيان اللي مشيول خيطة، خيط كيس الرمل وخيط الرمل وزي الفراشة، فتقدر برضو تسوي على الفحم على كل الشغلة. الشغلة الثالثة، الله، اللي الناس كثير تدور عليه، الدنيس الونيس. كيف منظف طبعا، ها، مشيول القشر، مشيول كل شيء، ومفتوح سنجاري كيلو حبتين، الحبة تقريبا 500 جرام كيلو ومنظف، ها. هذا الحين كيلو، كيلو وين؟ ثلاثة. السنجاري ينفع في ايش؟ ينفع في الصواني، ينفع شوي على الفحم وعلى الصاجة برضو على الجريلز. الشغلة اللي بعدها كيلو بعد دينيس، حبتين 500 500، نظف، تنظيفه عادي مشيول البطن للقلي. هذا بعد عندنا، باقي عندنا شغلتين في صندوق الونا. نكمل لكم الشغلة الخامسة. الشغلة الخامسة وش هي؟ ترى ما هو دجاج مفروم، هذا روبيان حجم صغير، تمام، من روبيان الشرقية، منظف، مشيول الخيط ومشيول الذيل بعد ومشيول الرأس والأحشاء كاملة، برضو كيلو جاهز، ينفع مقلي، حمسات، برياني، كل الطبخات، إدامات، طواجن، سندويشات بتفرمة. آخر شغلة، هوب، ايش عندنا هنا؟ بلح البحر. اللي ناس كثير قاعدين يرسلون في الموقع يقولون ما نبغى بلح بحر. طبعا بنحط لكم ان شاء الله صناديق ثانية الاسبوع الجاي، بس قلنا بنبداها الاسبوع هذا بالصندوق المشكل ونشوف شو اللي يناسب. بلح البحر هذا وشو؟ مستزرع طبعا نيوزلندي، يجي من نيوزيلندا. حطيت رابط يوم طبخناه وسويناه بالطريقة الاسكندرانية، فارفعوا الشاشة وتعرفوا على طريقة تسوية بلح البحر. من وين هالمنتجات وأصلها ومصدرها يا أبو صالح؟ تعودنا على الشفافية ونجيب لكم الشيء الزين ومصدره ومكانه وبالشكل هذا. زي ما انتم شايفين الصندوق ما شاء الله ثلج. ايش الفكرة؟ الدنيس معروف على ديوانيتنا، الدنيس الونيس من اسماك تبوك. هذا حصاد امس السبت، تكلم عن هذا حق اليوم، البوكس التجربة. الاسبوع الجاي ان شاء الله الناس اللي بتطلب الحين راح يكون ان شاء الله من حصاد يوم السبت الجاي. حلوين؟ هذا الدنيس معروف، شيء سنجاري وشيء مقلي. شايفين الحبة ما شاء الله كيف كبرها، ها، شبر كامل بيدي، عاد يمكن يدينكم أصغر شوي. طيب، وبعدين قلنا الدنيس من أسماك تبوك، بلح البحر نيوزلندي مستزرع كيلو كامل طبعا. هذا البلح، عرفنا مصدر الونيس والبلح البحر. يبقى عندنا القباقب والروبيان، الثلاث شغلات هذه
أبشركم نسكت مع الصيادين اللي ينزلون في سوق القطيف يوم الجمعة كل أسبوع بناء على طلبياتكم، يشحنونها لي توصلني تبوك إن شاء الله السبت، وعلى طول نغلفها ونشفطها ونزبط أمورها ونحطها في الصناديق اللي في القصيم وحايل والرياض، الحايل والقصيم توصلهم يوم الأحد، الرياض توصلهم يوم الاثنين. فهذه عندنا ثلاث مصادر: تبوك، الدمام، نيوزلندا. حلوين حلوين. شوف الروبيان ما شاء الله كيف حجمه، حجم كبير، شايفين الحبة قديش، وهذا الروبيان الصغير. إن شاء الله بيجي لي يوم الأسبوع هذا إن شاء الله أروح أسويها وأوريكم شو الطبخات اللي تناسب. في سلمون بعد بيدخل، وفي زبادي، وفي حركة الثانية إن شاء الله. ليش سوينا التغليف هذا كله؟ أنا كنت أقدر أنظف الشغلات هذه وأحطها في الصندوق وأديكم إياها، بس لا سمح الله انكسر الصندوق عليك، إيش بيصير؟ الدم هذا كله بينكب في سيارتك. الفكرة من الحركات هذه كلها والشغل اللي شفتوني الأسبوعين اللي راحت وأنا قاعد أدور المكاين، أخذنا بشركم الماكينة الإيطالية عشان تتغلف بالطريقة هذه، شايفين كيف كرتون مشفوط لو تضرب فيه راس واحد فلا. المهم فالفكرة هذه منها أنه يجيك الحاجة نظيفة، انكسر عليك الصندوق في السيارة ما يطلع لك ريحة، وصلك البيت تفتحه في الصالة تشيلها تحطها في الفريزر على طول، خلص من متى ما جاء وقت الطبخ شق الكيس، يعني أتكلم عن هذا الدنيس الحين، شق الكيس زي ما هي، كب عليها تتبيلة وحطها في القلاية الهوائية ولا ملح وفلفل يكفي. وكذلك القباقب منظفة جاهزة ما في ريحة، مش طبعا أنصاص احنا سويناها اليوم، والله ما فينا حيل نطبخ لكن بنسوي لكم مراجعة. بلخص لكم فائدة التغليف الحراري للحوم، سواء كانت أسماك، دجاج، روبيان، لحوم حمراء، لحوم بيضاء، أيا كان. أول حاجة، التغليف الحراري يمنع نمو وتكاثر الكائنات الحية الدقيقة الهوائية، لأنه ما يبقى فيه هواء، عشان كذا هو يمنع بالتالي التلوث الثانوي ويمنع أكسدة البروتين والدهون. هذه أول شغلة، يعني هذه محفوظة 6 شهور سنة بدون أي مشكلة. جينا على طاري الحفظ، الفائدة الثانية بما أننا ذكرنا طاري الحفظ، بالتالي هو يطيل العمر الافتراضي والصلاحية للسمك، سواء كان طازج أو مجمد أو أي كان، لأنها بتأخذ طازج وتحطه في الفريزر، فراح يطول عمر حفظه بالفريزر. لو خلينا كذا طازج، ترى في الكيس هذا طازج ومبرد في الثلاجة، يقعد معانا أكثر من أسبوعين، ولو خليناه في الفريزر بيقعد معانا حتى سنة، تفتحه كأنه تو طازج. الشغلة الثالثة وهي مهمة جدا، إيش يسوي التغليف الحراري؟ يمنع فقدان الموية اللي داخل نسيج اللحم، بالتالي يمنع التجاعيد ويمنع جفاف اللحوم أو المواد الغذائية. الشغلة الرابعة، التغليف الحراري يمنع الأكسدة وتفاعل الأحماض الأمينية وهي داخل، حتى وإن كانت داخل الفريزر في تفاعلات تصير، فالتغليف الحراري يمنعها. ليش؟ إيش قصة أكسدة الأحماض هذه؟ هي معادلة كيميائية طويلة درسناها في الجامعة، هي اللي تسبب ريحة وزفارة السمك، بالتالي التغليف هذا يمنع الريحة. وأراهن الجميع إذا وصلك السمك أو الصندوق في ريحة رجع لا تأخذ. نبغى نطلب يا أبو صالح، أنا في الرياض ولا في حائل ولا في القصيم، شو أسوي؟ هذه سناباتي، ترفع الشاشة، متجر أسماك في الرياض، تضغط عليه، تمام. لو أنت في الرياض تضغط على الصورة هذه، لو أنت في القصيم هنا، لو في حائل هنا. بنقول في حائل الآن إحنا نتكلم عن حائل بس، إن شاء الله الفترة الجاية راح يكون في كل المدن، لأن إيش الآن تعاملنا مع شركة شحن وأمورنا طيبة في التغليف وفي الثلج وكل شيء. ضغطنا على حائل، كم سعر الصندوق هذا؟ سعره 320 ريال بدون رسوم الاستلام من الفرع حقت النقل والشحن. تضغط عليها على سلة الوناسة، هذه تفاصيل المنتجات اللي موجودة كاملة، وبعدين عاد
تضغط أنك موافق، لأن الطلب من السبت إلى الخميس. على فكرة كبداية الآن ما في إلا صندوق الوناسة هذا، وفي صندوق دينيس 15 كيلو، صندوق دينيس 5 كيلو و 10 كيلو، وترى قفلناها البارح لأنها تقفلت الطلبية، ورجعنا فتحناها اليوم عشان طلبات حبايبنا والناس اللي أرسلت وطلبت أن نفتحها مرة ثانية عشان الأسبوع الجاي اللي ما لحقت عليه. ترى الكمية، بما أننا في البداية الكمية محدودة والطلبات قليلة، قفلوا لأن احتمال الأسبوع الجاي نشوف مدن ثانية، فاللي ما طلب الأسبوع هذا من مدن الثلاث هذه لو بغى يطلب مرة ثانية ممكن بعد أسبوعين ثلاثة أسابيع. بالتوفيق. آخر شغلة، إذا ما عليكم أمر أبيكم تساعدوني. الآن احنا حطينا الصندوق المشكل هذا، الصناديق الثانية اللي تفضلونها شو ودكم نضيف عليها؟ طبعا السلمون بنضيفه في واحد من الخيارات، يعني بنشيل البلح ونضيف بداله سلمون، فيليه كامل أو سلمون مقطع شرايح. كذلك ممكن نضيف أسماك السيباس الآسيوي مقطع شرايح لأنه حلوة عن الكنعد، لأن الكنعد مش موجود في السوق. ممكن نحط صندوق كامل كبير بترفلاي مثلا، نصه بترفلاي ونصه روبيان منظف. ممكن صندوق باقي بلا ما أتوقع، فأعطونا أفكاركم لأن الدينيس وهذا موجود. وياليت اللي بيرسل حاجة يرسل يكتبها كتابة ويرسل معها فيديو أو صورة عشان ألحق على المحادثة وأفتحها. شكرا. خلصنا من عرض صندوق سميكاتنا في الديوانية، خلينا على جنب. ليش؟ الثقيل موجود هنا. جينا عند مين؟ عند الكابتن زيد السبيعي. يا مرحبا، تشرف. الله يعطيك الصحة والعافية حبيبنا، يطول لي عمرك، ما شاء الله تبارك الله. عاد أنا عارفها بس ودي تشرحها للشباب، شو عندنا هنا اليوم؟ هذه ترباني. ما شاء الله تبارك الله، طبعا عينها مغبشة من صيد متى؟ صيد أمس، هذا الخل غبش بها. إيه ما يحتاج، من صيد أمس مغبشة عشان الخل. وهنا؟ هذه ناجل. وهنا الناجل، طبعا شال الراس عشان الصينية، ما شاء الله تبارك الرحمن. وش حاط معها؟ وش الفكرة؟ بطاطا حلوة، زنجبيل أخضر، ثوم، ليمون أسود، قرفة. الصوص يتكون من صلصة، يتكون من خل، ملح، زيت زيتون، كركم. وكركم عشان اللون. وكلها في الفرن؟ كلها في الفرن، الحين تتبك تتثبت وتدخل الفرن، بعد ما تنتفخ القصدير ياخذ ساعة. كم وزنهم هذه يا كابتن؟ قبل التنظيف 3.5 الناجل، هذه الترابانية 3.5. ما شاء الله، اجتمعوا خلنا نقول أفضل أنواع الأسماك اللي موجودة في البحر الأحمر وأندرها. نعم. نابليون فيش الترباني والناجل على الفرن، نشوفها بعدين. الله يكرمك ويكثر خيرك. يا مرحبا. مو حقكم، يا مرحبا. نقول بسم الله ونكشف عن صينيتنا. الله يعطيك العافية. يعافيك. يلا بسم الله. كم قعدت؟ ساعة؟ تقريبا ساعة. تقريبا ساعة. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الطرباني ما شاء الله. الريحه ما شاء الله. وهذا الناتج ترى بالملعقه، لا اشوف واحد يقرب الخبز. اي الكميه كبيره، فانا ابغى نقيم الحين عاد الطرباني ولا الناتج، وش رايك انت؟ انا اشوف كل اثنين حلوين. انا عندي الدنيس ترى. انت سلعته، انا امدح صيدي كله. نقول بسم الله ونستفتح الطرباني. ما شاء الله، اللي يميز الطرباني سبحان الله لحمته البيضة. لا إله إلا الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أقدر أذوق أبو صالح؟ ذوق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الطرباني وهذه الناجل، ما شاء الله. كرمك الله يا كابتن فهد. هلا والله. عز الله الطرباني والناجل اليوم ما يحتاج. وش ذا تقول لي؟ هذا مسجل قديم، كاسيت قديم زي حق الكابلس من الثمانينات. ما شاء الله. واللي تحت؟ اللي تحت طبعا تتذكر عشرة الفيديو اللي تدفعه. الشريط الكبير؟ نعم الشريط الكبير. ما شاء الله. كم عمره؟ قول 30 سنة. لا إله إلا الله. هذا السوني الياباني الأصلي. الله يعطيك الصحة والعافية. تأكد انه من شف للثلاثين سنة ولا زال شغال يعني بستكرة مرة. يعطيك العافية. الله يسعدك.